قربنا من فين وصل وصلت الاشغال؟ الاشغال دابا في المرحله النهائيه ديالها والاخيره. دابا الامور غاديه مزيان. دابا حنا غاديين في المقطع الافقي باش نوصلوا لاكس برينسيبال ديال لوبوي ديال البير. كيفاش مرات المرحله؟ مرات صعيبه لان بحكم السلسله الجبليه حديده التشكيل، لان بالنسبه للزمن الجيولوجي ديال هذه السلسله الجبليه معروفه. السلسله الجبليه حديده التشكيل كتكون من الشيست، وفيها هذا الشيست الطبيعه ديالو كيريب وتخي فراجيل. تقدر تقول لنا شحال باقا ديال الوقت باش نقدروا نخرجوا؟ تقريبا واحد 4 سوايع على ما اظن، الا ما لقينا شي حجره ولا شي حاجه اللي غادي تكالينا. شنو الاسباب اللي تاخر؟ الاسباب اللي تاخر قلتها لكم دابا. الاسباب هي السلسله الجبليه اللي كاينه عندنا هنا، سلسله جبليه واعره وحديده تشكيل الزمن الجيولوجي، يعني الطبيعه ديالها لوسور ني با ستابل. اليوم بما انكم خبير في التوبوغرافي والتوبوغرافي، تقدروا تقولوا لنا شنو الراي ديالكم؟ بلي بزاف القنوات العربيه وبزاف المنابر الاعلاميه كيقولوا بان، وبزاف الناس حتى في لي كومونتير تيقولوا بان كان خاصكم تستعنوا بالات اخرى اكثر حداثه. ممكن نستعملوا بدوك الالات اكثر حداثه، ولكن حنا خفنا الطفل الريان يكون دابا يكون هو باقي حي، خصنا نجبدوا يكون باقي حي، لان دوك الالات يقدر مع لابريسيون داك الشيء، لان التيران فراجيل يقدر يوقع غير واحد داك الحجر ولا شنو يدخل فيه ولا شي حاجه ويقتلوا لينا ولا شي حاجه. انتم كنتم متواجدين دابا في الحفره، تقدروا تاكدوا لنا على يعني الصحه ديال الطفل الريان؟ لا، هل مازال على قيد الحياه؟ والله ما نقدرش نقول لك. يعني شحال المده تقريبا يعني اللي باقا؟ ها؟ شحال تقريبا؟ شي 270 اللي باقا دابا. تقريبا المده يعني تقريبا؟ المده واحد 4 سوايع ان شاء الله، الا ما لقينا شي حجره ولا شي حاجه. دابا راه غادي مزيان، ما كاين لا حجره لا والو. الا لقينا شي حجره اللي غادي، حيت الحجره اللي عطلتنا قويله. تقدر تاكد لنا حطوا لي الكاميرا كنتو شفتوا اخر مره باقي حي؟ اه. فوقاش كانت اخر مره؟ كان ول البارح مع داك الجوج، كان كال وهو من ول البارح. يعني ما كاينش جديد من ول البارح. هذا الشيء اللي كاين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.